لويد معرفة شيخ، وجاء في رياض الصالحين باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يعني يصح، بمعنى لا يصح، لا يصح، لا يصح، لا يصح. هو من ضمن يعني الأحاديث اللي وردت في رياض الصالحين غير صحيحة يا شيخ؟ نعم، هي نسبة قليلة يعني. طيب نعم، شكرا جزيلا، بارك الله يبارك فيك.